بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. حلقة النهاردة من برنامج الترند أكيد هترصد الاستعدادات الخاصة لفريق النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. باقي من الزمن 48 ساعة على موعد لقاء السوبر الإفريقي ما بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية على الموسم الأخير في مسابقات الأندية الإفريقية. والموسم يبدأ ببطولة جديدة وبطولة قارية مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. النادي الأهلي يمكن وصل بسلامة الله مساء أمس إلى مدينة الطائف عبر رحلة خاصة وطيران مباشر من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الطائف في المملكة العربية السعودية، والأمور الحمد لله تسير بشكل مناسب وجيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي. النهاردة هيكون عندنا متابعة حية لآخر الاستعدادات. النهاردة في جلسة تصوير من الاتحاد الإفريقي والديجيتال ميديا مع النجوم الفريق الجهاز الفني واللاعبين، جلسة تصوير على بعض الأمور الخاصة بالأمور الإعلامية لمباراة السوبر. كأس السوبر الإفريقي أيضا كمان وصل إلى مقر ملعب المباراة في استاد الملك فهد في مدينة الطائف. كمان هنتكلم على آخر الترتيبات الفنية. النهاردة في محاضرة، في كمان مؤتمر صحفي لعدد من لاعبي الفريق على هامش المران المسائي. تدريب النهاردة كمان هيكون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة دسمة، حلقة فيها كواليس مهمة جدا، وكمان هنتكلم على ردود الأفعال بعد خسارة منتخبنا بالأمس أمام منتخب تونس بنتيجة 1-3. نتيجة كبيرة وغريبة وقد تكون متوقعة لأسباب كتيرة جدا، هسردها النهاردة في سياق حديثي على مباراة منتخبنا الوطني اللي خسر فيها أو اللي خسرت فيها مصر لقاء تونس بنتيجة 3-1. حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال، وكمان تقولوا توقعاتكم كمان لنتيجة اللقاء من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للتشكيل وتوقعاتكم لنتيجة اللقاء. وإن كان التشكيل أنا عارف هيبقى صعب شوية على عدد كبير جدا من جماهيرنا، ولكن فرصة نشوف جمهورنا حاضر متابع شايف، لأن أنا عارف أن التشكيل قد يكون فيه أكتر من مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يخوض مرانه الأول بالطائف استعدادا للسوبر، وكمان معلول ينضم لبعثة الأهلي، وأخيرا اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا. خلاص تحدد بشكل رسمي 24 منتخب هيشاركوا في كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 12 فبراير من العام المقبل 2024. البطولة اللي هنستضيفها الكوت ديفوار خلال الفترة القادمة. يمكن من أبرز الأمور المتعلقة بتأهل المنتخبات الإفريقية عدد كبير جدا لأول مرة من المنتخبات الناطقة باللغة البرتغالية موجودين في بطولة كأس الأمم. وكالعادة منتخبنا الوطني متواجد بعد أن تصدر مجموعته بعد الفوز على إثيوبيا في الجولة الأخيرة بهدف مقابل لا شيء. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في بطولة الأمم، ولكن ليا كلام خاص جدا على المرحلة الحالية التي يمر بها المنتخب، وكمان هتكلم على آخر أخبار الأهلي واستعدادات الفريق للقاء السوبر الإفريقي. كل ده ولكن بعد الفصل. طيب قبل ما اتكلم على مباراة السوبر الإفريقي ما بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، خلاص النهاردة حلقة الأربع، إن شاء الله بإذن الله بكرة التدريب الرئيسي هيكون للفريق على استاد الملك فهد والمباراة يوم الجمعة. فكل التفاصيل المتعلقة بالمباراة قدر الإمكان بنحاول النهاردة نقربكم من كل الكواليس ونقول لكم كل الحكايات اللي بتدور حوالين لقاء السوبر. ولكن قبل ما أخش في النقط دي عايز أتكلم على جزئية منتخبنا الوطني، لأن وارد تعمل مباراة ودية، وارد تلعب مباراة مع فرق من التصنيف الأعلى في الاتحاد الإفريقي، ووارد تخسر. كل ده وارد جدا على فكرة، ومش عيب ومش مشكلة. ما هي الأجندة الدولية لما بتتلعب فيها مباريات ودية بتتلعب عشان تحسن من التصنيف بتاعك، أو تشوف أنت هتلعب مباراة ودية عشان إيه؟ هل محتاج التصنيف ولا بتجرب عناصر تانية، ولا أنت محتاج إيه أو أنت بتفكر في إيه؟ ما هو أي اتحاد محترف لما بيحضر لأي أجندة وأي جهاز فني فاهم شغله بيشتغل على كده. يوم ما لعبنا مباراة إثيوبيا الجهاز الفني عجبني لما قال أنا مهم ألعب المباراة دي وأكسبها عشان التصنيف،
لان لو خسرت هتاثر على التصنيف، اتفق تماما مع المنتخب، ولكن مباراه تونس مش هتاثر على التصنيف، وبالفعل منتخبنا كده كده من الستة الاوائل هيكون على راس المجموعات في كاس الامم، والقرعه هتتعمل 12 اكتوبر المقبل. ولكن انت خسرت مباراه تونس، لو انت عايز تستفيد هتبص وتشوف مشاكلك كانت موجوده في المباراه ايه، والعناصر المتاحه ليك ايه، وهل بدايه الموسم اتاخرت ولا لا، او ده انعكس بالسلب على المنتخب. ده لو انت عايز تشوف مشكلتك. ولكن لو انت عايز من بدري ترمي مشاكلك على انديه تانية او تحديدا على النادي الاهلي، ماشي ما عندناش مشكله، نبدا نتناقش. اصل في النهايه لو انت بتتكلم لمصلحه منتخبنا احنا كمان حريصين على مصلحه منتخبنا، ولكن محدش يتنصل من اخطائه وعدم تخطيطه للمنتخب بشكل مناسب، وتلقي بالمسؤوليه على ناس بتخطط لناديها بشكل مناسب وبتنجح نجاح كبير جدا. يعني انت لو بتلقي فشلك على فشل الاخرين والاخرين فاشلين، اقول لك اوكي انت بتحاول تذاكر عشان تنجح والتانيين فشله فبيفشلوك، لكن انت بتلقي المسؤوليه على ناس ناجحه اساسا، انت المفروض تتعلم منهم عشان تنجح زيهم. ولكن انا مستاء جدا وقطاع عريض جدا من جماهير الاهلي، مستاء جدا من تصريحات الكابتن حازم امام. ليه كابتن حازم امام امبارح بدل ما يطلع يشوف جهاز المنتخب محتاج ايه، مشاكله ايه، قال تصريحات غريبه جدا. قال ايه بقى؟ اتمنى الاهتمام بمنتخب مصر، يجب ان يكون المنتخب اكثر ما يهمنا جميعا. اتفق معاك، منتخب مصر ده يهمنا كلنا، ده منتخب بلدنا. الأولوية في المعسكرات القادمة ستكون لمنتخب مصر، وأضاف معسكر منتخب مصر لم تكن الأمور فيه على أفضل حال، الأجواء المحيطة كذلك لم تكن جيدة، ظروف مباراة تونس لا أعتقد أنها ستتكرر مرة أخرى. طيب فيتوريا كمان قال واجهنا بعض الظروف الصعبة بسبب غياب بعض العناصر ومشاركة بعض العناصر للمرة الأولى. واحدة واحدة كده بس عشان إيه كل واحد يبقى عارف المسؤولية الملقاة عليه، عشان ما ترميش مسؤوليتك على ناس تانية، وما ترميش مسؤوليتك على أطراف تانية أو على نادي بصراحة بأمانة يعني هو الوحيد اللي في المنظومة الرياضية اللي مشرف اسم مصر في المحافل القارية والدولية. حضرتك كعضو اتحاد للكورة المفروض وقتك كله للكورة، وقتك كله للكورة. أنا عارف هو عمل تطوعي، الحجة دايما يا كابتن حازم أنه هو عمل تطوعي، بس وقتك كله المفروض للكورة، وحضرتك المشرف على المنتخب الوطني. والجميل في المسألة إنك مشرف على المنتخب وعضو في مجلس الإدارة، فبالتالي أنت عندك القرار. حضرتك لما بتلاقي المشاكل اللي بتيجي في الأجندة بتيجي من الاتحاد الإفريقي، على طول حضرتك بتبقى خناقتك مع الأندية مش خناقتك مع الاتحاد الإفريقي. هات لي كده اجتماع اتعمل للاتحاد الإفريقي حضرتك حضرته، هات لي كونجرس أو جمعية عمومية للاتحاد الإفريقي حضرتك حضرتها، هات لي ايفنت اي حدث للاتحاد الافريقي حضرتك حضرته، حضرتك مش موجود. حضرتك مش موجود. وانا بتكلم على مين؟ يا جماعه حازم امام ده اسم كبير جدا في الكوره، واحد من رموز الكره المصريه وواحد من اساطير منتخبنا الوطني في فتره من الفترات، فمش بتكلم على واحد اداري ممكن مش عارف الكوره، لا ده واحد لبس شورت وفانيلا، عارف يعني ايه كوره، ولما يحضر اي ايفنت للكاف هيبقى زيه زي صامويل ايتو ودروجبا ويايا توريه. ما أنا اللي بيضايقني وبيزعلني لما أتكلم على نجوم الكرة المصرية بلاقي عندهم أخطاء إدارية كبيرة جدا، لأن هم مش موجودين أساسا على الساحة، كل هدفهم حاجات تانية بعيدة عن الكورة. دي المشكلة اللي احنا فيها. كابتن حازم لو ركز مع الاتحاد وركز مع المنتخب وشاف المشاكل اللي بتواجه الأندية نتيجة الأجندة اللي بيعملها الاتحاد الإفريقي، مش هتحصل المشاكل دي، والمشاكل دي مش هتنعكس على روي فيتوريا اللي كل معسكر يطلع يقول لك أنا بواجه مشاكل ما شفتهاش قبل كده. وقال الكلام ده من اول لما طلعت له لعيبه الزمالك عشان تلعب مباراه افتتاح ملعب في قطر ورجعت تاني للمنتخب، دي البدايه. فالبدايه لما حصلت من اولها فيتوريا شايف الامور ماشيه بشكل مش سليم، لكن المره دي الازمه دي مش هقول سببها الاتحاد الافريقي لوحده، ده سببها اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره مش موجود. انت كاتحاد كبير زي الاتحاد المصري بتشوف الاتحاد الافريقي بيحدد السوبر يوم 15، ما تعترضش، ما تبعتش خطاب رسمي للكاف تعترض على إقامة المباراة في التوقيت ده، مالكش صوت جوه الكاف تعترض وتوصل صوتك. انتوا بتحضروا جمعيات عمومية وبتحضروا اجتماعات ما بنسمعش، ما بنسمع يعني ما فيش صوت، ما فيش رسالة، ما فيش موضوع بتتكلموا فيه. عندك مشاكل دايما في الأجندة مع الأندية سببها الكاف، ما حدش بيعترض. طب أقول لكم على مفاجأة،
في شهر 7 اللي فات السكرتير العام للاتحاد الافريقي المفروض فيه منحه حوالي 200,000 دولار لكل اتحاد. اتبعت 50% من المنحه حوالي 100,000 دولار. اتحادات كتير اعترضت واتحاد الكره عمل نفسه مش واخد باله. ولما الاتحادات الثانيه اعترضت ال 100,000 الثانيه اتبعتت بخطاب اعتذار يوم 4/9 اللي فات. اتحاد الكره اساسا مش متواصل مع الكاف، ما بيشوفش حتى حقوقه ايه الماليه. فبالتالي يا كابتن حازم انت عندك مشكله مع الاتحاد الافريقي، انت اللي تحلها، مش الاهلي اللي يحلها، ولا نادي كذا يحلها، ولا الزمالك ولا الاسماعيلي يحلها، انت اللي تحلها. عندك مشكله في شهر 10 اللي جاي، عندك اجنده هتخلص 17/10، دور السوبر اتحدد 20/10. هل حد فيكم راعي ده؟ هل حد فيكم اجرى اتصالات لحل الموضوع ده مع الكاف؟ هل حد اعترض من البدايه انتوا فين يا جماعه؟ ازاي تحطوا مواعيد زي دي في قاره زي القاره الافريقيه؟ ده بيأثر على مشوار الانديه. ما في النهايه اكتر انديه هتتضرر هي الانديه المصريه، وعلى راسها النادي الاهلي، مع احترام الباقي الانديه المصريه، هو النادي الاهلي. ما هو الاهلي اللي موجود في دوري الابطال مستمر، غيرنا بيروح شويه ويجي شويه، يا اما مش موجود يا اما يروح كونفدراليه. عندنا السوبر ليج، عندنا كاس عالم انديه، عندنا احداث كتير. ما هو الاهلي هو اللي بيخش في المعمعه دي، لان هو الاسم الكبير اللي بيمثل مصر وافريقيا في كل المحافل. هل الاتحاد بيساعده في ده؟ لا، الاتحاد ما بيساعدش. ده الاهلي هو الوحيد اللي كان بيبعت للكاف ماتش السوبر يا جماعه امتى؟ انا ببدا موسم جديد، ما ينفعش الماتش يتلعب اول 9. والاتحاد المصري ما كانش موجود خالص. ولما تحدد الميعاد الاتحاد المصري قالك هتفاوض مع الاهلي على اللعيبه اللي ممكن تروح وتيجي. يا عم سيبك من الاهلي، خليك مع الاتحاد الافريقي. انت الاتحاد الوطني. يعني النادي ما ينفعش يخاطب اتحاد قاري، انت الاتحاد الوطني، انت فين؟ يا كابتن حازم هل الامور دي انت بتطرحها على طاوله مجلس اداره الاتحاد؟ ما بتطرحش حاجه. هل انت عارف الاجنده اصلا فيها ايه؟ ما بتشوفش الاجنده. يعني اعتقد كده اخر حاجه انت ممكن توصل لها ان المعسكر من يوم كذا ليوم كذا. الراجل عايز يعمل مباراه وديه، اوكي ماشي. لكن الخريطه بتاعت الاجنده مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي اكاد اجزم والله ما حد بيبص فيها. طب انا دلوقتي، وما تزعلوش مني في الاتحاد، والكابتن حازم بالذات ما يزعلش مني. السوبر ليج. احنا هنا بقالنا اكتر من سنه بنتكلم على السوبر ليج. والناس رايحه وناس جايه، ووفد رايح ووفد جاي، وورش عمل. الناس دي لما سافرت في انديه تانية وعملت اجتماعات مع انديه تانية وسافرت لدول تانية، مين اللي كان بيستقبل؟ مين اللي كان بيستقبل الوفد بتاع السوبر ليج؟ الاتحادات. الاتحادات هي اللي كانت بتستقبل. الاتحادات هي اللي كانت مسؤوله عن تنسيق كل حاجه، وكانت بتعمل اجتماعات من خلال رئيس الاتحاد. هستعرض دلوقتي صوره عشان بس الناس في اتحاد الكره تعرف هي مقصره في حق النادي الاهلي وحق الكره المصريه ولا مش مقصره. الناس قاعده على الكراسي فاضيه للكوره ولا مش فاضيه للكوره. زملائي في الاعداد، رئيس الاتحاد التونسي، لو هنستعرض صوره، عارفين ايه الصوره دي؟ الصوره دي على فكره مش صوره حصريه ولا صوره خاصه، ولا والله خالص. الصوره دي على موقع الاتحاد التونسي. الصوره دي لرئيس الاتحاد التونسي دكتور وديع الجريء في استقباله لوفد السوبر ليج في اخر زياره ليهم في تونس لما اجتمعوا مع مسؤولي نادي الترجي. هل رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام عمل ده؟ لا. هل نائب الرئيس عمل ده؟ لا. هل اعضاء الاتحاد اللي هم نجوم الكوره الكابتن حازم الكابتن بركات عملوا ده؟ لا. ده بل بالعكس، شوف الصوره دي اكبر دليل. رئيس الاتحاد التونسي بيجتمع بوفد السوبر ليج عشان يناقشوا في الامور المتعلقه بمصلحه الترجي في السوبر ليج. وهنا في مصر كان النادي الاهلي هو اللي قايم بالموضوع كله. محدش في الاتحاد كلف نفسه حتى يبعت المدير التنفيذي. انتم مقصرين في حق الكره المصريه والله. القصه مش فكره ان انت خسرت من تونس، اربع لعيبه من الاهلي خرجوا. لا 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 لا، عادي جدا لعيبه الاهلي تخرج. ده لو مدرب بيفكر في صف تاني، ده كويس لعيبه الاهلي تخرج عشان تشوف عناصر جديده، عشان تشوف العناصر اللي عندك تصلح ولا ما تصلحش للعب الدولي. دي نقطه مهمه جدا. بس انتوا لو عايزين تعرفوا مشاكلكم هتناقشوها كده. ولكن انت تقول ايه؟ اللي خرج ده مش هيحصل تاني. مصلحة مصر في كل شيء. مصر أهم من الجميع. مصر أهم من الجميع ومصلحة مصر في كل شيء. بس إمتى؟ لما حضرتك تشتغل وتشوف مصلحة مصر، مش تقول كلام يتكتب بس كده على الورق وانت أصلا مش شايف شغلك. احنا على فترات طويلة جدا كنا بنستعرض حاجات للسوبر ليج، وكنا بنقول للناس في الاتحاد يا جماعة الأمور كلها واضحة ومحددة والتواريخ معروفة، بلاش حجج واحنا مش عارفين نحدد المواعيد، لان كل حاجه واضحه. بس ما حدش فيكم كان بيجتمع. وعلى فكره ناس كتيره منهم ممكن بنعمل معاهم اتصالات تليفونيه عشان يعملوا مداخلات معانا،
ما تلاقوهمش معانا احنا، ممكن تلاقوهم في اماكن تانية، ما تلاقوهمش معانا احنا. ليه؟ لان احنا بنواجه، احنا بنقول لهم انتوا غلطانين في كذا وكذا وكذا، فما حدش هيخش معانا، ما حدش هيواجه، لان احنا دايما بنتكلم باسانيد. هل صوره زي اللي عرضناها دي حد في اتحاد الكوره التقط صوره تذكاريه مع وفد السوبر ليج واجتمع معاهم؟ ولا حد سال. انت لو سالت استاذ جمال علام الناس دي جت امتى؟ ولا هيعرف. لو سالت كابتن حازم بطوله السوبر ليج نظامها ايه؟ والله ولا هيعرف. الناس اصلا ما بتبصش في الورق اللي بيجي لها، الناس ما تعرفش ايه اللي بتشتغل عليه، بيتفاجئوا. عارفين المفاجآت؟ بيتفاجئوا. وكانت الحجج دايما يقول لك ايه؟ اصل مش قادر احدد مواعيد الدوري، مستني موضوع السوبر ليج. الدوري التونسي بدا قبل مصر بثلاث اسابيع، والترجي التونسي لعب مباريات في الدوري التونسي والجدول بتاعه محدد، وهو عارف السوبر ليج امتى. يعني اللي جه لمصر اكيد راح لتونس، اكيد راح نيجيريا، اكيد راح جنوب افريقيا. ليه احنا كنا عارفين وفي الاتحاد عاملين نفسهم مش عارفين؟ عشان ما حدش عارف حاجه، حدش بيقرا، بيتفاجئوا. عرفت يا كابتن حازم ليه انا بقول لك بلاش تلقي المسؤوليه على الاهلي؟ ولو انت شايف ان خروج اللعيبه غلط، انت اللي عملت ده، وانت اللي رصيت، يعني انت اللي رسخت ده في بدايه عمل روي فيتوريا لما طلعت لعيبه الزمالك في مباراه وديه. لكن اللي جاي دي، او اللي جايه دي مباراه قاريه، اللي جاي ده مباراه قاريه مهمه جدا. فبلاش حد يلقي بالمسؤوليه على الاهلي او على لعيبه الاهلي. الخطا خطا عندك انت، يا ريت الناس تقعد وتذاكر وتدرس، وبلاش نتعامل في الكوره وكانها نظام الشلاليه، احنا اصحاب واصدقاء مع بعض ونبقى كلنا في حته واحده. فيا ريت يا ريت يا ريت الناس اللي في الاتحاد وتحديدا نجوم الكوره يتعاملوا مع الكوره كسيستم ونظام، مش بنظام الاصدقاء والشلاليه. اجيب صاحبي من هنا يرد عشان خاطري، وواحد هنا يدافع عني، لان احنا عارفين الشلل كلها جايه منين ومرتبطه فين ورايحه فين. ولكن كل ده مش في مصلحه الكوره، وسيبوا الاهلي يشتغل بقى. يا ريت بقى سيبوا الاهلي يشتغل، لان دايما الرايه الوطنيه بتترفع اول ما بتجيب سيره الاهلي. لما بيكون الامر متعلق بنادي تاني حدش بيجيب حاجه ولا حد بيتكلم على حاجه، وكله بيعمل نفسه من بالها. طيب نتكلم على اخبار النادي الاهلي. والاهلي في السعوديه من امبارح وصل بسلامه الله وبيستعد لمباراه السوبر. عندي اخبار كتير على فكره على استعدادات الاهلي للقاء اتحاد العاصمه الجزائري، ولكن كل التفاصيل دي بالتاكيد اروح من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مدينه الطائف مع بعثه الفريق. محمد مساء الخير عليك. اولا الحمد لله على السلامه، عايز اطمن منك على الاجواء، درجه الحراره، الاستعدادات، واخر الاخبار بالنسبه للفريق والمكان اللي انت فيه. يبدو ان هو مكان له علاقه يعني بالترتيبات او الامور التنظيميه للمباراه. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الله يسلمك. بالطبع يمكن طبعا وصلنا فندق الاقامه هنا في تمام العاشره مساء امس، بعدها على طول اللاعبين تناول وجبه العشاء، ومن بعدها خالد الجمال الراحه. اليوم النهارده بقى بدا مبكرا يا محمد، زي ما انت قلت استعدادات كتيره جدا لمباراه هامه جدا وبطوله قاريه رسميه بيخوضها النادي الاهلي في بدايه مشواره هذا الموسم باذن الله رب العالمين. كان على طول اللاعبين تناولوا افطارهم في تمام الساعه 11 صباحا. كابتن خالد بيبو والجهاز الاداري بالطبع يعني راحوا شافوا كل الامور المتعلقه بالتجهيزات، سواء ملاعب التدريبات، غرف الاستشفاء، كل حاجه محيطه بالتدريبات تم الاطلاع عليها والتاكد انها مناسبه للنادي الاهلي ولاعبيه بنسبه 100%. من بعدها بقى كان في محاضره مهمه جدا لمستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين الساعه 3:30 عصرا، ومن بعدها على طول كانت وجبه الغداء في تمام الرابعه. بعد الغداء محمد على طول يمكن زي ما اتكلمنا امبارح كان في جلسه تصوير للاتحاد الافريقي الخاصه بمباراه السوبر، شارك فيها طبعا جميع اللاعبين المشاركين باذن الله في قائمه المباراه، وارتدى فيها طبعا لاعب النادي الاهلي الزي الرسمي اللي هيرتدوه باذن الله رب العالمين في مباراه الجمعه ان شاء الله في بطوله كاس السوبر الافريقي. طبعا البعثه هنا كلها برئاسه الاستاذ العامل فاروق رئيس البعثه، كل سبل الراحه متوفره للاعبين والجهاز الفني، كل الامور يعني الترتيبات والحاجات الاداريه كلها محمد مزلله بشكل تام جدا للبعثه. طبعا انت عارف بكره يوم حافل جدا، هيبقى في بقى على طول الاجتماع الفني في المؤتمر الصحفي للفريقين، ويمكن النهارده بقى اول تدريب لفريق النادي الاهلي هنا في مدينه الطائف هيكون على الملعب الفرعي لمدينه الملك فهد بالطائف، وهيكون ان شاء الله في تمام الثامنه مساء.
من بعده اللاعبين ان شاء الله هيعودوا على طول مباشره لفندق الاقامه لتناول وجبه العشاء في تمام العشرة والنصف، وبكده يكون انتهى اليوم. ولكن طبعا في ثلاث لاعبين من فريق النادي الاهلي هيكونوا موجودين محمد طبقا للبروتوكول المعمول فيه للاتحاد الافريقي للتسجيل مع كافه وسائل الاعلام باذن الله رب العالمين عقب انتهاء التدريب بشكل مباشر. الاجواء بقى والجو محمد يمكن الجو اكثر من رائع في مدينه الطائف، يمكن مدينه الطائف اشتهرت تاريخيا انها مصيف يعني اشقائنا هنا في المملكه العربيه السعوديه. طبعا المدينه بترتفع عن سطح البحر من 2700 متر الى 3500 متر، فده مخلي الجو كويس جدا. يمكن امبارح طبعا يعني السعوديه استقبلتنا بامطار خفيفه كده، وده يمكن كان مخلي كل الاخوه السعوديين هنا سعداء جدا بسقوط المطر، خاصه انها كانت امطار خفيفه الحمد لله رب العالمين. لكن الجو النهارده يمكن مشمس ولكن في نفس الوقت لطيف جدا، درجه الحراره ما زادتش عن 28 درجه مئويه، كمان في نسمه هواء كويسه جدا. اعتقد كمان بالليل الجو بافضل، ده كمان يساعد فريقنا باذن الله محمد انه يقدم مباراه كويسه جدا باذن الله في التسعة مساء الجمعه باذن الله رب العالمين. وعايز اكد ان كل الامور هنا اكثر من رائعه، والاكثر من رائعه كمان هو استقبال جمهور النادي الاهلي واستقبال الاشقاء هنا في السعوديه لفريق كبير بحجم النادي الاهلي. قبل ما اروح للقطات من بعثه الاهلي في السعوديه، وشايفين لقطات لعلي معلول موجود مع البعثه بعد المباراه الوديه اللي شارك فيها امبارح مع منتخب تونس امام مصر، ديانج كان موجود مع الاهلي قبل السفر وقدر بصراحه يعني ديانج يتفاوض ويتكلم مع الاتحاد المالي او منتخب مالي ان هو ممكن يعني يتم اعفائه من المباراه الثانيه عشان يكون موجود مع الاهلي، عشان الناس بس اللي مش واخده بالها يعني كان ماسكه في موضوع معلول وسايبه موضوع اليو ديانج، يعني يا جماعه المسطره لازم تبقى واحده. لكن قدامنا طبعا لقطات حصريه، عايز اتكلم معاك يا توفيق كمان على جزئيه ثانيه متعلقة بالاستقبال. امبارح انا شفت بعض اللقطات، فندق الاقامة وفي اللوبي وانتوا داخلين اغاني الاهازيج بتاعت جماهير النادي الاهلي كان شغالة على طريق ساوند داخل الاوتيل، يعني ده كان تأثيره ايه على اللعيبة والجهاز الفني، خاصة انه هي كانت الموضوع كان مفاجئ ليهم لما دخلوا الاوتيل لقوا تشجيع ومساندة للاهلي من خلال اناشيد او يعني الهتافات اللي معروفة عن جماهير الاهلي في التشجيع الفريق. كلام محمد كانت لفته طيبه جدا من الاشقاء السعوديين هنا واداره الفندق اللي احنا مقيمين فيه. يمكن استقبال زي ما بقول لك الناس يعني بالبلدي كده شايلنا على كفوف الراحه، كل طلبات النادي الاهلي مجابه الحمد لله رب العالمين. طبعا فريق بحجم النادي الاهلي الاول افريقيا وعربيا وفي منطقه الشرق الاوسط كلها انه يكون موجود في مدينه الطائف، فده يمكن اكبر دعايه لمدينه الطائف. ويمكن هو يعني السعوديه ساعدت استضافه هذه المباراه طبعا لوجود النادي الاهلي فيها، وخاصه ان هم زي ما انت عارف الفتره الاخيره يمكن البطوله العربيه كمان كانت بتقام في مدينه الطائف، فوجود النادي الاهلي كان حاجه مهمه جدا. كانت لفته طيبه زي ما انت قلت يا محمد، طبعا كل الاغاني الخاصه بجماهير النادي الاهلي طبعا من ثالثه شمال وكل الاهازيج المعروفه لجماهير النادي الاهلي زي ما انت قلت كانت موجوده وشغاله. يمكن كان في تورته طبعا على اشعار النادي الاهلي، وطبعا يعني كان في بدايه كان في اول الوافدين طبعا الوزير عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وطبعا تم استقبال رسمي ليه وكل البعثه. يمكن طبعا جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ده بقى اللي شفناه محمد يمكن في لقطات اكيد لانتوني مودست ابرز يعني او اخر المنضمين لكتيبه النادي الاهلي، شاف الاستقبال ده كان اثر كبير جدا عليه. يمكن كمان في دعابه كده من كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق واللاعبين كلهم اهدوا له الورود اللي تم اهدائه ليهم هنا في مدينه الطائف كلها، يعني كلها ادوها لانتوني مودست. اعتقد اي لعيب يا محمد عارف قيمه النادي الاهلي وعارف تاريخه، لكن كمان لما يشوف مشهد زي اللي انت كنت بتتكلم فيه امبارح دوت هيعرف بشكل اكبر كمان النادي اللي هو بقى منضم ليه، وده هيخليه يخش بسرعه في الاجواء زي ما احنا شايفين. كل اللاعبين مش بس انتوني مودست، يمكن امام عاشور رضا سليم كلهم خلاص يا محمد بقوا حاجه يعني بقى خلاص كيان واحد، بقوا جوه الفريق بقى في تجانس ما بينهم بسرعه جدا، وان شاء الله ده ينعكس على اداء الفريق. عايز اقول لك ان مدينه الطائف هنا لا صوت يعلى فوق صوت مباراه الاهلي واتحاد العاصمه. يمكن جمهور النادي الاهلي كمان يمكن الرابطه هنا بتاعه جمهور النادي الاهلي في السعوديه عامله شغل اكثر من رائع محمد، باذن الله هنشوف مردوده في الملعب من تيشيرتات وطباعتها ويعني حاجات كتيره جدا مقدمها للماتش. واعتقد ان باذن الله كعاده جمهور النادي الاهلي بكل مكان مش بس السعوديه ان شاء الله هيكون مقفل الساعه الخاصه بجمهور النادي الاهلي وزياده كمان باذن الله رب العالمين. لا ما تقلقش الاستاد كله هيمتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي والناس كلها مستعده لهذا اليوم، لان اكيد هتبقى الاجواء في لقاء السوبر الافريقي مختلفه تماما في استاد الملك فهد عن الاحداث الاخيره اللي كانت في مباريات البطوله العربيه. استاد ممتلئ جماهير كبيره. ولكن توفيق سؤال اخير، التمرين النهارده الساعه 8 هل هيكون على ملعب المباراه نفسها ولا في ملعب فرعي؟ وكولر عايز اعرف كمان يعني انطباعاته ايه على الاستقبال وعلى مدى جاهزيه الفريق بالنسبه للقاء السوبر.
كان مستر مارسيل كولر كعادته محمد دايما وشه بشوش، بيتعامل مع الناس كلها ببشاشه وبمنتهى اللطف. يمكن طبعا الاستقبال، وشاف عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي ولا حتى كمان الجماهير السعوديه هنا عارفين نجوم النادي الاهلي، عارفين مستر كولر كمان بالاسم. كان ده كان مردوده ايجابي جدا على المدرب. عايز اقول لك بقى ان مستر مارسيل كولر تشوفه اي مكان في الفندق محمد، ماسك اللابتوب بتاعه بيراجع هو وفريق كمان الجهاز الفني المعاون كله ليه، كل واحد بيشتغل في الحاجات اللي تخصه، هتلاقيه دايما مركز في شغله، اجتماعات مستمره. يمكن ده صفه ابرز الصفات والسمات المميزه للمعسكر هنا، ان الجهاز الفني كابتن خالد بيبو كل الجهاز المعاون كلهم اجتماعات مستمره. يمكن حتى بعد المحاضره ما انتهت كان في اجتماع ليهم. يمكن مستر مارسيل كولر النهارده كمان استدعى دكتور احمد ابو الوفا اخصائي الطب النفسي الموجود في جهاز النادي الاهلي، يمكن اخر خمس دقائق في المحاضره جلس مع اللاعبين وكان موجود في المحاضره، وده حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي دايما سباق وكل التخصصات موجوده الحمد لله محمد، سواء طب نفسي سواء كمان الجهاز الطبي بشكل كامل، اخصائي تغذيه واستشاري تغذيه موجود جوه جهاز النادي الاهلي، بيتم الاشراف كامل حتى على الاكل اللي بياكله النادي الاهلي هنا. يمكن البوفيه اللي بناكل اللي بيبقى موجود للاعبين محمد في اي مكان في العالم، مش بس في مصر لا، في السعوديه، تروح المغرب، تروح اي مكان تاني، هو نفس سيستم الاكل اللي النادي الاهلي بياكله، نفس الحاجات، كل حاجه محسوبه يعني زي ما بنقول كده بالمليمتر. دوت طبعا بينعكس بشكل كبير جدا على اداء الفريق في الملعب وبيبان. يمكن زي ما قلت لك مستر مارسيل كولر سعيد جدا، الاجواء هنا اكثر من رائعه، ساعدت كمان حتى اللاعبين الموجودين جداد محمد في الفريق ودخل الفريق ان هم يخشوا اسرع كمان. وباذن الله زي ما انت قلت كده جمهور النادي الاهلي قفل الاستاد، وده اعتقد هيبقى له مردود كبير جدا على اللاعبين، خاصه الجدد منهم، ان جمهورك موجود معاك في اي مكان، اي مكان نصر الاهلي هيحلق ويوصل له جماهيره معاه، ويفضل جمهوره حمايه مش بس جوه مصر، في كل انحاء العالم باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، انا في النهايه انا بشكرك، لو عندك اي اضافه او عندك اي معلومه اخيره تحب تختم بيها كلامك. زي ما انت سالت محمد، معلش معذره ان كنت اغفلت النقطه دي، ملعب التدريب النهارده لا هيكون على الملعب الفرعي لمدينه الملك فهد هنا بالطائف، ان شاء الله التدريب بس الاخير غدا اللي هيكون على ملعب المباراه. وزي ما قلت لك يمكن كابتن خالد بيبو راح النهارده وشاف كل يعني الحاجات المشتملات بتاعه المدينه الرياضيه، وتاكد من كل حاجه بنفسه من الملعب وكل حاجه، وان شاء الله اول تمرين النهارده هتكون موجوده زي ما قلت لك على الملعب الفرعي، وباذن الله التمرين الاخيره قبل المباراه باذن الله غدا هتكون موجوده على الملعب الرئيسي باذن الله، واللي هتقام عليه المباراه مساء جمعة بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة الأهلي في مدينة الطائف استعدادا للقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري. طيب، من لقاء محمد توفيق إلى مباشرة في المملكة العربية السعودية، وعبر ترند أونلاين من خلال زوم عندنا لقاء مهم جدا مع الناقد الرياضي الأستاذ عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، وهو بالتأكيد من أهم الإعلاميين الموجودين في المملكة لأنه عنده تفاصيل كتيرة، والنهاردة هنستغل وجوده عشان نتكلم على أمور عديدة جدا تخص لقاء السوبر والحدث المهم اللي هيكون بعد 3 شهور، استضافة المملكة لكأس العالم للأندية. أستاذ عاطف مساء الفل، إزاي حضرتك؟ محمد إزيك، تحية طيبة لك ولجميع متابعي البرنامج. تحياتي ليك وتحياتي لكل الأشقاء في المملكة، يا رب تكونوا بخير وسعداء بالتطور الكبير جدا في موضوع صناعة الرياضة وتطوير الدوري السعودي كأحد أهم الدوريات، نقدر نقول مش العربية ولكن على مستوى العالم الآن. بالتأكيد محمد، اليوم تتكلم على استراتيجيات وأهداف جدا رائعة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال التطورات الكثيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ليس على مستوى الرياضة لكن على جميع المستويات، وممكن أهم الروافد اللي موجودة نتكلم على كرة القدم تحديدا. أكيد. طيب عايز أتكلم معاك عن لقاء السوبر، كيف تستعد يعني وزارة الرياضة الاتحاد السعودي لفعالية مهمة جدا كاستضافة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، خاصة أن المباراة بتجمع بين فريقين عربيين، فريق الأهلي وما أدراك بالتأكيد وأنت تعلم شعبية الأهلي الكبيرة، وأيضا كمان فريق اتحاد العاصمة الجزائري. وهذا الجميل بالتحديد، اليوم نتكلم على فريقين عربيين كبيرين جايين عندنا في المملكة العربية السعودية، هو امتداد يا محمد لكثير من الاستضافات اللي قامت فيها وزارة الرياضة خلال الفترة القريبة الماضية. تتكلم على السوبر الإيطالي، تتكلم على السوبر الأسباني، وهي أحد المبادرات اللي تسعى لها وزارة الرياضة من خلال 1500 أو أكثر من 1500 مبادرة تتكلم على مستوى جودة الحياة عندنا في المملكة العربية السعودية. بالتأكيد اليوم احنا سعداء وسعداء جدا باستضافة مثل هذه الفعالية، لما نتكلم على سوبر افريقي نتكلم على النادي الأهلي، وما أدراك عن النادي الأهلي شعبية كبيرة ليس على مستوى مصر فقط لكن على مستوى الوطن العربي كاملا. اليوم بنشوف يمكن حالة حاصلة عندنا، أتكلم كأجواء
يمكن من بدايه الاسبوع الحالي، والحديث لا يعلو عن حديث مباراه السوبر الافريقي، تتكلم على الاهلي، حضور الاهلي. انا في اي مكان بتواجد فيه الجميع بيتحدث عن حضور الاهلي لمدينه الطائف لهذا الحدث الكبير. يمكن شفنا اقبال كبير على موضوع التذاكر، والجميل ايضا ان الاجواء في الطائف اجواء جدا ماتعه خلال الايام الحاليه. كثير من الاسر، كثير من الناس بيروحوا خلال الويكند للطائف لتغيير الجو، فما بالك لما يروحوا وفي مباراه بهذه القيمه. اليوم تتكلم على الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، بالتاكيد احنا على انتظار لمشاهده هذه المباراه والاستمتاع بالنجوم اللي حيحضروا في هذه المباراه. طيب يعني هل ممكن يكون في حفل في تفاصيل وزارة الرياضة اللجنة المنظمة بتحضرها بالنسبة للجماهير اللي هتحضر المباراة؟ أكيد الفعاليات مش هتكون متعلقة بالتسعين دقيقة فقط، فلو عندك تفاصيل أو معلومات ممكن يعني نعرف بها جمهورنا قبل موعد المباراة 48 ساعة. هو بالتأكيد أحلى حفل هو مشاهدة نجوم النادي الأهلي، لا حفل يعلو على هذا الحفل يعني. لكن بالتأكيد أن هنالك مفاجآت بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، لان تعرف الاتحاد الافريقي يمكن هو المنظم لهذه المباراه، يمكن الاتحاد السعودي عنده الخدمات اللوجستيه فيما يخص عمليه التنظيم، لكن التنظيم اغلبه هو تابع للاتحاد الافريقي. بالتاكيد ما حيعدي حدث مثل هذا الحدث الا لازم يكون في فعاليات، وفعاليات جدا. حضور الجمهور الاهلي يا محمد، شوف يمكن انا تابعت كثير مباريات النادي، حضور الجمهور الاهلي في المدرجات وبهذه الكثافه هو فعاليه بحد ذاته، فما بالك لما يكون هذا الحضور بهذه الكثافه ويشاهدوا نجوم بهذه الجوده. بامانه محمد، انا على المستوى الشخصي انا مستمتع ان المباراه موجوده، وخصوصا انها حتكون قريبه مني، يعني ما حتكون بعيده عني هذه او موقع المباراه اتكلم. فلا احنا في حاله من الفرح، في حاله من السعاده لاستضافه مثل هذه المباريات الكبيره، وان شاء الله باذن الله القادم احلى في هذا الموضوع. طيب اكيد هيكون بروفة قويه جدا قبل ما ننتقل لكأس العالم للأندية، والمواجهة الأولى لأهلي بينتظر فيها الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي نيوزيلندا، وبالتأكيد نتمنى التوفيق للعميد نادي اتحاد جدة في الفوز، وهتبقى مواجهة عربية مرتقبة يوم 15 ديسمبر في جدة. يعني الإعلام السعودي كيف ينتظر أو كيف ينظر لهذه المباراة، والجماهير جماهير اتحاد جدة كيف تتابع هذه البطولة، أو كيف يعني تشاهد فكرة أن المواجهة الأولى قد تكون يعني مع فريق عربي، فريق مصري زي النادي الاهلي؟ هو شوف محمد، بعيدا عن فكره البطوله او اليه البطوله، اللي الحمد لله انها اخر نسخه بهذه الطريقه. يعني هي طريقه بامانه بتظلم انديه على حساب انديه. نعم نقدر ونحترم ونجل الفرق الكبيره اللي بتجي بتشارك في هذه البطوله، لكن لا، اليوم احنا مختلفين. اليوم لما نتكلم على الكره العربيه هي مختلفه، والدليل الوصول لنهائي البطوله هذه في اكثر من مره، يمكن اخرا الهلال وصوله لنهائي البطوله السابقه وحصول على الوصيف. وبالتالي لابد انه يكون في نوع من عداله المنافسه في نظام هذه البطوله، والحمد لله انها اخر نسخه بهذه الاليه. يمكن النسخه الجايه حتكون مختلفه. أكيد. يمكن اهم المباريات، خلينا نتكلم. شوف محمد، نتفق ان المباريات قويه في كاس العالم للانديه، نتفق ان الفرق اللي حتيجي فرق كبيره، تكلم على مان سيتي وتكلم على بطل امريكا اللاتينيه اللي الان ما حدد. لكن انا اعتقد انه اهم مباراه والملحمه الكرويه الكبيره صحيح. اللي حتكون هي مباراه 15 ديسمبر. يعني هي المباراه، يمكن هي المباراه الهيد في هذه البطوله. يعني يمكن الجميع يقول لك لا، الدور الربع نصف النهائي الوصول للنهائي، لا انا اشوف ان هذه المباراه الهيد، يعني مباراة كبيرة. ليه؟ بسبب التنافسية اللي موجودة على مستوى الكرة السعودية والكرة المصرية، التقارب اللي موجود، دائما في تنافس في كل المحافل العالمية. لما يكون فريق مصري وفريق سعودي، لا تكون المعايير مختلفة، تكلم عن المنتخب السعودي والمنتخب المصري، تكون المعايير مختلفة، التنافسية مختلفة. التنافسية طبعا يجمعها أو إطارها العام هو الحب والاحترام والتقدير، التنافسية داخل الملعب، لكن احنا نتكلم على يعني تنافسيه مختلفه. انا أكيد. اشوف انه دائما المباريات بتكون، فاتمنى التوفيق. انا على مستوى شخصي اتمنى التوفيق للفريقين على حق، والاجدر هو من يستحق. فبالتالي لكن الاهم ان الفائز من هذه المباراه لازم يوصل نهائي، لازم صح، فريق عربي لازم أكيد. لازم يوصل نهائي. لا لانه بصراحه مخرجات هذه المباراه، الخوف ان تكون مخرجات هذه المباراه تؤثر على احد الفريقين في نصف
النهائي، لكن انا اتوقع على المستوى الشخصي انه ما دام احنا بعيدين في مسيرتنا عن بطل اوروبا، لا ممكن الفائز مباراه الاتحاد الاهلي حيوصل النهائي. اكيد الفرصه هتبقى كبيره فعلا، اكيد طبعا. طيب اكيد ملعب اتحاد جده في جده حاليا في اصلاحات وفي امور الفيفا كان طلب عشان يبدا يكون الملعب جاهز. قريت في المواقع اشتراطات عديده وطلبات كثيره، هل ممكن المشهد العام لاستاد المدينه او لاستاد الملعب في جده اللي ممكن يبقى فيه تغييرات كبيره، ولا الامور كلها التعديلات اللي طلبها الفيفا امور بسيطه مش محتاجه تعديلات كثيره يعني؟ لا جدا بسيطه، اليوم تتكلم على ملعب الملك عبد الله الجوهره، يعني من افضل الملاعب اللي موجوده على مستوى الوطن العربي، ليس على مستوى المملكه العربيه السعوديه. ممكن الملعب مغلق من فتره للصيانه لهذا الحدث، يمكن خلال الجوله المقبله او اللي بعدها يكون جاهز لاستقبال مباريات دوري روشه. الطلبات اللي طلبتها اللجنه اللي يمكن زارت المنشاه خلال الايام الماضيه طلبات بسيطه، يعني هي تحتاج الى مساحه خارجيه لعمل شاشات بما يخص الجماهير اللي ما حتقدر تحصل على تذاكر وتدخل للمباراة، فيحتاجوا مساحات كبيرة وعمل شاشات، يحتاجوا تغيير بعض مواقع، يعني أمور بسيطة لا تتعلق بالبنية التحتية بقدر ما هي أشياء تحتاجها اللجنة. وبالتأكيد أن الاتحاد السعودي حريص على توفير مثل هذه من هذه الأمور. يمكن على مستوى الشخصي أتوقع أنه حيكون في حضور كثيف جدا لمباريات هذه البطوله، ليس على مستوى الناس الموجودين في المملكه العربيه السعوديه، لا انا اعتقد انه حتى من خارج المملكه حيكون في حرص على حضور مثل هذه البطوله الكبيره، ولا سيما انا اتوقع انه في جمهور الاهلي جمهور الاتحاد هو اللي حيكون ترند بامانه في هذه البطوله. وهيبقى في صراع على مساله حجز التذاكر كمان. غير حجز التذاكر، اتكلم معك بكل امانه. اتفضل. جمهور الاهلي له طابع خاص في المدرجات. يعني عنده ستايل معين كذا مميز في المدرجات. نفس الوضع موجود عند جمهور الاتحاد، يعني عندهم ابتكارات في عمليه التشجيع، يعني ما عندهم تشجيع تقليدي، عندهم ابتكار. وهذا اللي احنا ننتظره في عمليه الابتكار لمشاهدته خلال المباريات. وهذا امر أكيد. متوقع يعني. استاذ عاطف والله انا بشكرك بجد على يعني الحفاوه والحديث والاشاده بجماهير الاهلي وعظمه الاهلي وجماهيره، ده شيء بيسعدنا بالتاكيد، لان دايما الاهلي الاعلام الخارجي او الاعلام الخليجي او الاعلام العربي الكل بالتاكيد بيتكلم عنه بكل يعني ترحاب كبير جدا. ولكن اخر حاجه معاك، توقعاتك لماتش الاهلي واتحاد العاصمه، يعني المباراه ممكن تحسم في 90 دقيقه ولا ممكن نلجا لركلات الجزاء الترجيحيه؟ شوف، يمكن الصعب على الفريقين انها المباراه قبل بدايه موسم، يعني لسه الفريقين يمكن ما دخلوا صحيح المنافسه بشكل كبير، قد يؤثر هذا على الجانب البدني. ما اعتقد انها حتوصل لاشواط اضافيه او ركلات ترجيح، اعتقد انها حتحسم من الاشواط الاصليه من خلال رؤيتي للموسم الماضي. خلينا نتكلم عن الموسم الماضي، انا ما شفت تركيبه الفريقين في هذا الموسم، لكن نتكلم على رؤيه موسم ماضي والشخصيات اللي موجوده. يعني اليوم نتكلم عن الاهلي شخصيه بطل، غاب بدايه موسم نهايه موسم، هو شخصيه بطل حاضره معاه في كل مكان. اتحاد العاصمه يمكن اول تجربه في هذا الموضوع، فانا اتوقع اهلاويه ان شاء الله باذن الله. استاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي وابرز الاعلاميين اللي موجودين في المملكه العربيه السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه والتفاصيل الهامه جدا على لقاء السوبر الافريقي وكذلك كاس العالم للانديه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا اخر اخبار الترند. طيب في تفاصيل كتيره في السوشيال ميديا على لقاء السوبر امام اتحاد العاصمه الجزائري، نطلع بسرعه نشوف اخر اخبار الترند. كبيره جدا. يلا صلاح
طيب عشان وقتنا نبدا بسرعه بترند الاهلي، والبدايه في ترند الاهلي هتكون من الحساب الرسمي للنادي الاهلي اللي بالتاكيد مهتم جدا بلقاء السوبر، ودايما عندنا احداث واخبار وتفاصيل وصور وفيديوهات. صوره لكولر من سفر البعثه للسعوديه استعدادا لمباراه السوبر، وكتبوا عليها اعلى درجات التركيز. طيب كمان حساب الرسمي لليوم السابع كتبوا على تويتر: امام عاشور يقترب من المشاركه مع الاهلي في السوبر الافريقي، ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور مهم جدا في هذا اللقاء. حساب كره بلس كتبوا ايضا ان امام عاشور الاقرب للتواجد في وسط ملعب الاهلي امام اتحاد العاصمه بجوار الثنائي اليو ديانج ومروان عطيه. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر اهتم بخطه اللعب، وقالوا كولر بدا في تجهيز خطه ايقاف العناصر المميزه في فريق اتحاد العاصمه الجزائري. بصوا دون الخوض في التفاصيل، هم قالوا مثلا ايه، ان الرباعي في اتحاد العاصمه الظهيري الايمن زين الدين بالعيد، المهاجم ايمن محيوس، خالد بوسيليو، البوتسواني اوربينيو، هم دول اخطر لاعبين في اتحاد العاصمه. ولكن عندي تفاصيل كتيره جدا عن قائمه الاهلي وال18 لاعب اللي هيلعبوا في المباراه، ولكن بالتاكيد مش هقدر اتكلم في التفاصيل رغم انه ممكن يبقى انفراد وهيكسر الدنيا ومواعيد يعني تفاصيل فيها كلام كبير جدا، ولكن مش هتكلم في التفاصيل دي دلوقتي لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل في قائمه الاهلي. ان مهم جدا الحرص على عدم اعلان تفاصيل قائمه الاهلي لمباراه السوبر، لان انا عارف هيبقى فيها مفاجآت، فعشان المنافس ما يعرفش اي تفاصيل. طب نروح لحساب يلا كوره على تويتر، ونشروا وفقا لمصدر في الاهلي سبب استبعاد كريم نيدفيد. مصدر في الاهلي قال ليلا كوره ان سبب استبعاد كريم نيدفيد من قائمة الأهلي لخوض مباراة السوبر شعوره بألم في العضلة الأمامية. جهاز الفني فضل بعد الرجوع للاعب وطبيب الفريق أنه هو يستبعده من حساباته بالنسبة لهذه المباراة. طيب حساب الرسمي للكاف على تويتر أيضا نشر أبرز أرقام طرفي كأس السوبر خلال مسابقات الأندية، يعني لعب كم مباراة، أحرز كم هدف، الأرقام الخاصة بكل فريق سواء الأهلي أو اتحاد العاصمة. زي ما انتم شايفين طبعا على الشاشة أرقام كل فريق في أرقامهم في المباريات. طب حساب كرة بلس أيضا على تويتر نشروا أن الأهلي حاليا بيحتل المركز السادس في تصنيف التاريخ والإحصاء لأندية العالم، مع كامل احترامي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ولكن أنا دايما بتعامل مع الأماكن الرسمية والمؤسسات الرسمية. النهاردة التاريخ والإحصاء ممكن يطلعك سادس تزعل، بعد كده يطلعك أول تشيد بيه، أنا معاييري واحدة، طالما مش مؤسسة رسمية مش هتعامل مع الأرقام اللي بتطلع. آخر حاجة في ترند الأهلي الحساب الرسمي لفي الجول على تويتر نشره وفقا لجريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي طلب 7 تعديلات في ملعب الجوهرة المشعة بجدة والذي يستضيف مباراة كأس العالم للأندية. كان معايا الأستاذ عاطف الأحمدي قال طبعا يعني التعديلات كلها تعديلات طفيفة وحاجات بسيطة، ومش هندخل في تفاصيلها لان كنا عارفين طبعا ان فعلا استاد الملك عبد الله في جدة على اعلى مستوى وجاهز لاستضافة كأس العالم للأندية، وهي تفاصيل بسيطة جدا بخصوص استضافة المباريات. طيب نروح بقى للمشاركات، وعشان وقتنا جري بسرعة فهنجري معاكم في المشاركات والسؤال اللي طرحناه: توقعاتكم للتشكيل في لقاء السوبر والنتيجة. نبدأ مع بعض ونشوف توقعات السادة المشاهدين. نبدأ ونشوف التوقعات. أول حاجة سامح علي بيقول إن شاء الله أي 11 راجل في الملعب يحققوا السوبر التاسع بتوقيت نادي القرن الأهلي السوبر: شناوي، معلول، منعم، رامي، هاني، ديانج، مروان، إمام، تاو، كهربا، رضا، سليم. نتوقع 3-0 الأهلي، أهلاوي أنا والفخر ليه. ده أول توقع من سامح. هبة بتقول تشكيل الأهلي: الشناوي، معلول، ياسر، منعم، هاني، ديانج، مروان، أفشة، تاو، حسين، صلاح. إن شاء الله فوز الأهلي 0-2 ويرجع بكأس السوبر أول بطولة في الموسم الجديد بإذن الله. هبة إن شاء الله. نشوف كمان رأي تاني معانا، أستاذ أحمد شلتوت بيقول إن شاء الله موفقين بمن حضر، الأهلي بمن حضر. توقعي كالآتي: الشناوي، هاني، معلول، منعم، ياسر، ديانج، مروان، إمام، الشحات، بيرسي، مودست، وإن شاء الله يرجعوا بالكاس. يعني خدت بسرعه كده 3 توقعات، ولكن كنت اتمنى الثلاثة يكونوا صح، ولكن الثلاثة كل واحد فيه تركاه غلط. لكن عموما نستنى نشوف التشكيل باذن الله يوم الجمعه قبل موعد المباراه بساعة ونص. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والاسبوع المقبل في بدايه الاسبوع يوم السبت حلقه جديده من برنامج الترند، وان شاء الله يكون عندنا كلام مهم جدا، ونتمنى يا رب نحتفل ويكون لنا التوفيق يا رب في كاس السوبر ونفوز بالبطوله ونحتفل بالبطوله السبت القادم. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.